أحمده وأشكره على نعمه كلها صغيرها وكبيرها، حمدا يليق بجلاله وكمال قدسه. الحمد لله القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه القائل: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا في هذا اليوم المبارك سيتركز حول موضوع الغفلة التي يعيشها المسلمون في هذا الزمن. لا أقصد بكلامي من هم بداخل هذا المسجد، ولكنهم المسلمون في كل مكان في هذا الزمن الذي نعيشه. جتمت الغفلة على قلوبنا، والغفلة داء خبيث وفتاك بالأمة إن لم تنتبه وإن لم تتيقظ، فمصيرها سيكون محزن في الدنيا والآخرة. الأيام تجري وتمضي بنا كالبرق الخاطف، أعمارنا تذهب بسرعة وأنتم تلمسون وتشاهدون كيف تمضي الأيام، وهذا
الذي نعيشه من عدم البركة في الأوقات قد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة أو الأسبوع كاليوم. المقصود بالجمعة يعني الأسبوع، وهذا ما نلمسه ونعيشه. السنة تمضي بسرعة خاطفة، وعدد أيامها 360 يوما، وفي الميلاد 365 يوما، سنة كاملة تمر من أعمارنا. فإذا حاسبنا أنفسنا ماذا قدمنا في هذه السنة، سنجد أن السنة تمضي ونحن مقصرون عن أداء ما يجب علينا لآخرتنا. أما الدنيا فأعتقد أننا أصبحنا جميعا شطار لها، وكل واحد منتبه انتباه شديد لحياته الفانية. أما الآخرة فنحن نصوف ونقوم إن شاء الله. من هذا الأسبوع سنبدأ بالانتباه لصلواتنا، لقراءة القرآن، للتسبيح والتهليل، الاستغفار، لفعل الخيرات بأشكالها وأنواعها. ولكن قطار العمر يمضي والناس في غفلة، مصداقا لقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. الغفلة سيطرت على حياتنا. المسلمين لم يدركوا سر وجودهم في هذه الحياة في هذا الزمن بالذات. ربما أن الأزمان السابقة لم تكن هناك مغريات ولم تكن هناك ملهيات تجعل الإنسان لا ينتبه لمصيره، فكان الناس ربما في وضع أكثر أمانا مما نحن في هذه الأيام. كنت لا تسمع في كل بيت إلا قارئ يقرأ كتاب الله في الصباح الباكر، والناس ملتزمين بأداء صلواتهم في كل وقت وحيد. ولكن في هذا الزمن فتحت لنا الدنيا وانتقلنا نقلة سريعة من حياة بسيطة، حياة بدائية، حياة متواضعة، إلى حياة فيها كل شيء تغير. وأنتم احسبوا بأنفسكم ولاحظوا كيف تغيرت حياة الناس، كيف انتقلنا من حياة بدائية. كان الناس لا يملكون من وسيلة للمواصلات إلا الحمير والجمال، وما هي إلا سنوات. وهذه الفترة طبعا مرت سنين طويلة على آبائنا وأجدادنا، عاشوا مع الحمير والجمال أعمارا طويلة، لكن جيلنا هذا انتقل نقلة هائلة خلال 40 سنة فقط، 50 سنة بالكثير. انتقلنا إلى السيارات والطيارات وإلى عالم الأنترنت وإلى أشياء لم نكن نتخيلها في حياتنا، لم نكن نتخيلها. أنك ستتكلم مع شخص في مكان بعيد في أصقاع الأرض وتراه صوتا وصورة، وستجد هذا الجهاز تليفون فيه كل شيء. يعني كان واحد منا يجهز مكتبة في بيته
على مدى سنوات وهو يشتري كل يوم كتاب، اليوم بذاكرة واحدة ولم تعد ذاكرة، إنما أصبح كل شيء داخل جوجل، كل العلوم والمعارف وكل شيء من خير وشر موجود، وكم من تطبيقات. هذه الأمور التي حصلت بهذه السرعة المفاجئة على هذا الجيل والله مشكلة، لأن ستكون أمام تحدي كبير، تحديات كانت في السابق لا توجد. الناس من البيت إلى المسجد إلى المزرعة حياتهم بسيطة، أنت الآن أمام تحدي كبير، لو استطعت أن تتحكم بنفسك مع جهاز التليفون فقط الذي فيه كل البرامج وكل التطبيقات، تعتبر أنت انتصرت انتصار كبير في حياتك. ولذلك التحديات كبيرة، وهذه التحديات لابد أن نواجهها، ننتبه لأنفسنا. الغفلة موجودة ولها أسبابها، من أسباب الغفلة طول الأمل. الناس كل واحد يظن أنه سيعيش في هذه الدنيا إلى أمد بعيد، وهو لا يدرك أنه في لحظة ما سينتقل إلى خالقه. من أسباب الغفلة الجهل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لا نعرف، أغلبنا نعرف ولكننا ننسى الهدف الذي خلقنا من أجله في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أسباب الغفلة الانشغال بالأموال والأولاد. من أسباب الغفلة كثرة المعاصي التي إذا استمرت في حياة الإنسان جعلت على القلب ران تغطي هذا القلب، وتنكت في القلب نكتة سوداء لا تزول هذه النكتة السوداء إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، إلا بالتوبة، إلا بالاستغفار، إلا بالرجوع إلى الله بحق وصدق. ولذلك إذا عرفنا كيف نتعامل مع مغريات هذا الزمان ومع الملهيات التي نعيشها ومع التحديات الكبيرة ومتطلبات الحياة، لا ننكر أن متطلبات الحياة أصبحت كثيرة والتزاماتها تختلف عن الالتزامات التي كان يقوم بها من كان قبلنا في حياتهم البسيطة. الآن التزامات كثيرة، ولكن لا على هذا أن نجعل أنفسنا وأوقاتنا مشغولة بالدنيا. على المسلمين في كل زمان ومكان أن ينتبهوا لأنفسهم ويفوقوا من سباتهم، ويعلموا أن هذه الدنيا ثانية وما هي إلا وسيلة، وسيلة يتزود الإنسان فيها للآخرة الدار الباقية. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الدنيا هذه يا إخواني والله لا تساوي شيء، إذا نظرنا إلى حقيقتها وعرفناها هناك سننتبه لأنفسنا. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آيات في كتاب الله اختصرت لنا المشهد الذي نعيشه، وهذه هي الحقيقة. الدنيا والاهتمام بها والانشغال بها بأنفسنا وما نحتاجه من جمع المال للأولاد أصبحت هي كل اهتماماتنا، جمع المال والتكاثر في الأموال. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول عن حقيقة هذه الدنيا حتى لا نغتر بها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني أمور واضحة، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو يعرف حقيقة هذه الحياة، مثل ما نحن نعرف. أنا أضرب لكم مثال بسيط: حينما تشتري لعبة لابنك سيارة، هو بعقله الصغير يرى أن هذه السيارة سيارة حقيقية فيفرح بها ويكون في سعادة كبيرة أنه امتلك سيارة أو طائرة صغيرة. لكن أنت الأب أنت تعرف أنها لعبة، لعبة تعيش أيام وتنتهي تخرب، وتعرف ما هي السيارة الحقيقية وإيش الطائرة الحقيقية. هذا مثل بسيط. وكذلك الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة يقول لنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا الذي نعيش في هذا الزمان، كلنا نلهث وراء الدنيا ونحاول أن نستكثر منها في الأموال والأولاد ونتفاخر فيما بيننا، ولكن نسينا الدار الآخرة. يا ليتنا نحاول يعني أن يكون في هناك نوع من التنافس على الخير. يعني الناس إذا وجدوا رجل صالح يقرأ القرآن ويختمه في 3 أيام في الشهر، أو قل في بعض الناس 3 أيام في الأسبوع، لكن نقول يختمه خلال شهر، لا نقول يختمه خلال أسبوع، هل يمكن لهم أن يقلدوا؟ لا، قليل وقليل ما هم. لو رأينا شخص مهتم بأداء النوافل، الصلاة جماعة في أوقاتها في كل وقت وحين، يعني في أمور الآخرة
الناس أغلبهم لا يقلدون هذا الشخص، لكن للدنيا الشيطان يحاول أن يزين لك. فلان كم امتلك من المال، كم معه عمارات، كم معه سيارات، أنت تحاول أن تقلده مباشرة وتريد أن تكون أفضل منه، لأن الشيطان عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل اتخذناه عدو؟ لا، صديق، صديق حميم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، من أصحاب السعير. إذن عرفنا حقيقة هذه الحياة من خلال هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم. فما هو العلاج؟ ما هو العلاج لغفلتنا هذه التي نعيشها؟ العلاج موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول في آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني المطلوب أن نسارع في عمل الطاعات، لا نؤخر ولا نتكاسل ولا نتهاون، نأخذ من الدنيا ما نحتاجه ولكن لا ننسى الآخرة. الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ظلوما فامشوا في مناكبها. شوف الآخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسابقوا، كل سباق وسرعة، لكن للدنيا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني شوش، لا تستعجل على رزقك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كل شيء مكتوب لك ستأخذه، لكن الآخرة سرعة